أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد شريف بالمنيل بمدينة القاهرة، حيث نلتقي مع حضراتكم في اليوم الثاني للأسبوع الثقافي لوزارة الأوقاف المصرية، وندوة الليلة عن المال الحرام سم قاتل. ومعنا من الأساتذة العلماء الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام سابقا بجامعة الأزهر الشريف. أيها الإخوة الأحباب، المال الحرام سم قاتل، مدمر لصاحبه في الدنيا والآخرة، نار تحرق جوف من يأكله. وقد نهى الإسلام عن أكل الحرام بكل صوره وأشكاله، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. أيها الأحباب، المال الحرام سم قاتل، فهو في الدنيا وبال على صاحبه، في صحته وأولاده وأمواله، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. حتى لو تصدق به فإنه لا يقبل، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولما سأل سيدنا سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله تبارك وتعالى سيدنا سعدا مستجاب الدعوة، فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. أيها الأحباب، يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك من قيادات وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة الدكتور سعيد حامد مبروك، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ جمال إسماعيل حسن، مدير إدارة جنوب القاهرة، فضيلة الشيخ علاء الدين سليمان عمر المفتش بإدارة أوقاف جنوب القاهرة،
وفضيلة الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد إمام وخطيب مسجد شريف بالمنيل. أيها الأحباب، نبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك بهذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري. الحمد لله، جعل الطاعة مفتاحا لدار النعيم والكرامة، وجعل المعصية عنوانا على الذل والمهانة. سبحانه سبحانه، أحيا الطائعين حياة طيبة في الدنيا، وأمن خوفهم يوم القيامة. وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله، خير من طلع على الوجود. سيدي يا رسول الله، طلعت على الوجود أتم رحمة وأعظم منة وأجل نعمة، ويوم الحشر تكشف كل غمة وتمنح فيه محمود المقام. وبعد، فبداية فعاليات هذه الندوة التي تقام برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في إطار ما تقوم به الوزارة من توعية ثقافية لمساجد وزارة الأوقاف بعناية ورعاية ومتابعة من الوزارة وقياداتها. سيحضر معنا اليوم فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك، مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ جمال إسماعيل مدير إدارة جنوب القاهرة، وفضيلة الشيخ علاء الدين سليمان مفتش إدارة جنوب، وطبعا إمام مسجد شريف فضيلة الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد، ومعنا طبعا الأستاذ الدكتور طبعا علي عمارة، المستشار الدكتور علي عمارة. وحضراتكم نرحب بكم في بداية هذه الندوة لحضوركم ولاستماعكم. طبعا يسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذا اللقاء أخي الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف. طبعا ولا ننسى أن يكون في إدارة هذه الندوة الإعلامي الكبير كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم الفاضل الأستاذ سيد صالح. في الحقيقة استمعنا إلى تلاوة قرآنية من فضيلة الشيخ معوض الفشن، وإن كان موضوع الندوة المال الحرام
سم قاتل، نود الإحاطة. إلى أن السبيل الوحيد للإقبال أو للوقوع في براثين أكل المال الحرام إنما هو الاغترار بهذه الحياة الدنيا الفانية. ومن هنا فإننا نحذر من الاغترار منها، كما قال مشايخنا رضي الله عنهم: ولا تغرنك الدنيا وبهجتها، بريخ الدنيا، بهجة الدنيا، ولا تغرنك الدنيا وبهجتها، فإنها والذي فيها إلى عدم هي المتاع قليلا فانيا، أبه تبيع حظك في الأخرى من النعم. الذي يأكل المال الحرام إنما يبيع حظه ويبيع نصيبه في الآخرة بما يأكله من مال حرام في هذه الحياة الدنيا الفانية. معلوم كما استمعنا من فضيلة من سعادة الأستاذ سيد صالح أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أود الإحاطة إلى شيء هام: صور أكل المال الحرام كثيرة ومتعددة، إذا نظرنا إليها فإننا لو تناولنا صورة أو صورتين لكفت في هذه الحالة. أقول لحضراتكم يكفي ما نلمسه من غش في التعامل، من تطفيف في الكيل والميزان. إذا كان من يقوم بالغش في التعامل هذا سبيل أنه يأكل الحرام بغش، وحبيب الله ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله أراد أن يعلمنا كيف نتعامل، وأراد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا عاقبة المال الحرام. فبينما كان الحبيب المصطفى محمد يتفقد السوق في يوم من الأيام، وإذ به قد رأى بائع، هذا البائع أمامه طعام صبرة يعني كومة من الطعام في هذا، فإذ بسيدنا رسول الله والبائع ينادي بسيدنا رسول الله، يضع يده داخل الصبرة فوجد بها بلل، يعني وجد بها ماء. أما بتلاقي الراجل على سبيل المثال البياع بيقوم لك الحاجة الحلوة كده قدامك، ولما يجي بعد كده يديك تبص تلاقيه بيديك المعطوب وبيديك ايه طبعا يعني، والكل يلمس ذلك. سيدنا رسول الله وضع يده في الصبرة أي في كومة الطعام فوجد به بللا. سيدنا رسول الله قال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال له: أصابته ماء السماء، يعني مية المطر نزلت عليه. عند ذلك ما كان من سيدنا رسول الله إلا أن أعلمه وقال له: هلا جعلت فوق الطعام حتى يراه كل الناس؟ ثم قال الحبيب المصطفى محمد قولته المشهورة: من غشنا فليس منا. فالغش والتدليس إنما يكون طريقا وسبيلا لأكل المال الحرام. الله عز وجل يقول: ويل للمطففين
الويل هو واد أو جب في جهنم تستعيذ منه جهنم كل يوم 70 مرة. ويل للمطففين، من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. أما يكون لك حق عند واحد وعايز تاخده، تاخده بزيادة. ولما يكون حضرتك عايز تدي للناس من عندك، تبخسوا بالإيه في هذا الأمر. هل هذا الأمر خاص بالكيل والوزن فقط؟ قالك يقاس عليه كل سائر أنواع التعامل. فينبغي عليك أن تعامل الناس بما يحب أن يعاملوك به. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم. قال إيه في هذه الحالة؟ وأود الإحاطة إلى شيء. لماذا نص الله عز وجل على ذلك؟ قوام الحياة مبني على الكيل وعلى الوزن وعلى الزرع في هذه الحالة. فمن هنا رتب الله عز وجل العذاب الأليم على من يقوم بعدم استيفاء ذلك، وقاس عليه كل الوسائل والحيل التي نلاحظها والتي نشهدها من كل سائر الأمور وفي جميع أنواع التعاملات في مثل هذه الأمور. تعال معايا نضرب مثال بسيط في مثل هذه الحالة. أما يجي واحد يبخس لك الحاجة اللي انت بتبيعها، إن كنت بتبيع عقار أو بتبيع أي شيء، وبعد ذلك يدخل إيه؟ يدخل واحد سمسار، يبقى الحاجة بعشرة يخليها لك بثلاثة، رغبة من أنه سينال شيء من هذا وينال منك أيضا. في هذه الحالة بخس الناس في حقوقهم وسيلة لأكل مال الحرام. وأود أن أحيط سعادتكم إلى أمر هام، هذا الأمر يغفله الكثير. هذا الأمر إذا نظرنا إليه نجد أنه يغفله الكثير من الناس. عايز أقول لكم عليه باختصار. عارفين إحنا شيء وملموس بين إيدينه، موضوع عدم إعطاء الناس حقوقهم، وخاصة فيما يتعلق بأموال الميراث، وخاصة البنات والأخوات وغير ذلك من مثل هذه الأمور. من الذي تولى قسمة أحكام الميراث؟ إنما هو الله. وهيا بنا نستعرض. ربنا لما قال ايه؟ قال ولكم نصف ما ترك ايه؟ ازواجكم. قال للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. خلي بال حضراتكم، الله عز وجل لم يترك قسمة التركات ولا المواريث لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، ولكنه تكفل جل علاه ببيانها وجعلها من الفرائض. ولذلك الراجل يموت، يا مولاني هل البنت لا تاخد حاجة؟ وتجد ان الولد قد يتحايل بشتى انواع التحايل على ابوه على اخوه على اساس يحرمها حقها من هذا الميراث، ويأكله في بطنه نار يوم القيامة. انما اخذه اليوم في هذه الحال عايز يستمتع به هو وولاده، والبنت وولادها مش لاقين اي حاجة. ما يستمتع به انما هو مال حرام، وانما هو سم قاتل يأخذه في بطنه هو وأولادي. اسمعوا بقى بيان تكفل بهذه الأمور. قال إيه لما ربنا قسم قسمة التركات والمواريث؟ ماذا قال الله؟ قال تلك حدود الله. في هذه الحالة ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الايه؟ هل ذلك الايه؟ الفوز العظيم. هل ومن يعص الله في هذه الحالة ورسوله ويتعدى حدوده؟ انت لما تيجي تمنع بنتك
ولما تيجي تمنع اختك ولما تيجي تمنع زوجتك ولما تمنع البنت من الميراث، انت لم تقم في هذه الحالة ولم تتعدى عليها، ولكنك تعديت على حد الله وتعديت على شرع الله واكلت مالا حراما. هذا المال الحرام يوم القيامة سم قاتل في بطنك. وانظروا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، نجد ان الكثير ممن نراهم يحرمون البنت من الميراث، وان اعطوها حفنة على اعتبار انها رضوة، وكأن ذلك لم يكن تشريعا من الله. الله يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، النار فقط، يدخله نارا خالدا فيها. وتاني في نهاية الآية مولاني وقال ايه؟ وله عذاب مهين. قال يدخله نار، هو قال يدخله نار هتبقى العذاب في قلب النار، لكن قال وله عذاب ايه؟ عذاب مهين نتيجة اكله المال الحرام، نتيجة عدم قيامه بتعديه على حدود الله وحرماته. نسأل الله جل علاه ان يوفقنا واياكم لما فيه رضاه. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا وإنا على ما يرضيك عنا يا كريم. اللهم لا تترك فينا صاحب حاجة إلا قضيتها له ويسرتها له يا خير المسؤولين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف للوجه البحري على هذه الكلمة الطيبة والتي حدثنا فيها عن صور أكل الحرام. ونحن مع حضراتكم في اليوم الثاني للأسابيع الثقافية لوزارة الأوقاف المصرية من مسجد شريف بالمنيل بمدينة القاهرة. الحرام سم قاتل، يقول عمر رضي الله عنه كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار لم يقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. ويقول ابن المبارك رضي الله عنه لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق 100,000. ويقول يحيى بن معاذ الطاعة خزانة من خزائن الله، ألا إن مفتاحها الدعاء وأسنانها لقم الحلال. وقال حذيفة المرعشي جماع الخير في حل الكسرة وإخلاص العمل لله. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. نسأل الله عز وجل
أن يرزقنا الحلال. أيها الأحباب، نعيش مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور غانم السعيد العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين وخاتم النبيين والمرسلين، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سعيد بوجودي على هذه المنصة في صحبة أستاذي وشيخي العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد الأمير محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لوجه بحري، وصحبة مقدم هذا اللقاء كبير المذيعين الأستاذ سيد. وسعيد أيضا بوجودي بين هذه الكوكبة من علماء وزارة الأوقاف والسادة رواد هذا المسجد المبارك، جزاكم الله جميعا كل خير. وبعد، فإن الحرام والكسب الحرام نجانا الله وإياكم منه، هو ماحق للبركة، مذهب ومهلك للخيرات، صاحبه آكل الحرام ومكتسب الحرام، محبط عمله، أعماله ترد عليه لا تقبل منه ولا تفتح له أبواب السماء، لأن الله سبحانه وتعالى يبغضه ويبغض صوته فلا يسمع له إذا دعاه ولا يستجيب له إذا نداه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول عن مظهر من مظاهر الحرام وهو الربا، الربا مظهر من مظاهر الحرام، مظهر من مظاهر الحرام، فربنا يقول عنه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كلمة يمحق دي حط تحتها كل حاجة من الخراب والدمار والهلاك. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول ربنا عن الذين لا يتوبون منه ويتبرؤون من هذا الحرام: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا عن مظهر واحد من مظاهر الكسب الحرام. وعن الغش، من يغش، يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وعن التدليس، كل عقد يكون فيه تدليس، سواء كان تجارة وبيع وشراء، سواء كان عقد الزواج، أي عقد من العقود يقوم على التدليس فهو عقد باطل، وما اكتسب منه فهو حرام. وربنا أيضا يقول عن من مظاهر الحرام، عن مظاهر الحرام: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ظلما يعني حراما، ظلما يعني بدون وجه حق. وأكل الحرام كل مهمة الشيطان مع الإنسان يفضل يحوم ويطوف حوالين منه علشان يخرب عليه كل أعماله، وكل سعيه أن يأكل لقمة، أن يجعله يأكل لقمة واحدة من حرام، فإذا أكلها قال له بقى شغل زي ما انت عاوز، صل وصوم وزكي وحج زي ما انت عاوز، لكن عملك محبط. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني طيب كامل الصفات كامل الكمال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ما بيقبلش حاجة من حرام. تتصدق تقول أنا جبت من هنا ومن هنا وخدت وجبت وحرام، هطلع منه ودي للناس والغلابة، ربنا يقول لك رجعها عليك انت، ما لازمناش منك ده. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ربنا لما يقول للرسل كلوا من الطيبات، هل هو الرسول مش هياكل من الطيبات؟ هل الرسول ممكن ياكل من الحرام لما ربنا بيأمره بكده؟ لا، الخطاب هنا للرسل، العلماء يقولون انه خطاب تشريف، شرفهم بندائه لهم ولأتباعهم تكليف: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كان في غير القرآن ممكن أن يقال: يا أيها الرسل اعملوا صالحا وكلوا من لكن لأن العمل الصالح لا يقبل إلا إذا أكل الإنسان من الحلال فقدم الأكل الحلال على العمل الصالح. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أول وبال وهلاك وخسارة على آكل الحرام أن أعماله مردودة عليه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام لقمة لقمة، ودي اللي عاوزها الشيطان، يوكلها لك يقول لك اشتغل بقى زي ما انت عاوز، كل اعمالك مرضوه عليك، وسيبك بقى وسيبك وشوف غيرك. إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 عمل 40 يوما، عملك لقمة واحدة واحدة، ما بالك بقى اللي عايش في الحرام في ليل وفي نهار وصباح ومساء. أما الدعاء فربنا بيقول له: أنا مش عاوز منك حاجة، طالما أكلت منك حرام أبواب السماء مغلقة دونك. يقول صلى الله عليه وسلم، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغزي بالحرام، فأنى من التعجب والسنكار، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا وينبئنا بأنه سوف يأتي زمان كما يروي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه
سوف يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، ما يهموش، هو يهم جمع المال، كم في البنك، كم من العقارات، كم كم، ما يهموش جابوا منين، لا يبالي المرء ما أخذ، أمن من الحلال أم من الحرام، وحينئذ وحينئذ لا تستجاب لهم دعوة، خلاص تغلق أبواب السماء دونهم ولا تقبل لهم دعوة. فأكل الحرام محبط عمله وأبواب السماء مغلقة دونه. فهل يا ترى نحن نعيش في هذا الزمن الذي نبأنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن تلاقي الناس ما يهموش أي حاجة ولا يبالي ولا يراعي أي شيء إلا إن هو يجمع المال، ما يهموش جابه منين ووداه فين، وربنا يقول لك يا عم أنا لم نعوز منك حاجة ولا أنا عايز أسمع صوتك ولا لك دعوة ولا أنت مقبول عندي بأي شيء. الحرام أيها الأحبة في الله وفي رسول الله قليله ككثيره. واحد كسب جاب ربع جنيه من حرام، خمس رؤوس من حرام، زي واحد جاب 5 مليار من حرام. عشان واحد يقول لك يعني أنا خدت لي 10 جنيه ولا 20 جنيه وأنا فتح المكتب بتاعي والراجل حط لي يعني هساوة زي اللي واخد له مليارات واخد مش عارف ايه وايه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، كناية عن القوة، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. نهض صحابي من صحابة رسول الله يا رسول الله وإن كان أمرا يسيرا، الأمر جلل جنة ونار. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا عود من أراك عود سواك. ولماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم عود السواك دون غيره رغم ان في حاجات اقل منه؟ ده حكايه يعني امور الوقت لا يتسع لذكرها الان. ليه الرسول اختار عود السواك دون غيره من الاشياء؟ عشان يقول لك ولو كان الذي اخذته من حرام عود سواك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا الحرام وأن يباعد بيننا وبينه كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يتقبل منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور غانم السعيد على هذه الكلمة الطيبة، وبها نأتي بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك من مسجد شريف بالمنيل بمدينة القاهرة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.